امرأة تعاش لجن لأكثر من ساعات، ولكن عند الولادة لن تصدق ماذا وجدوا بداخلها. شيء غريب جدا سيجعلنا نقول سبحان الله. فيديو من أغرب الفيديوهات التي قد تراها في حياتك، سنراه معا سريعا. ولكن لطفا قبل أن نبدأ ادعمنا بلايك لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم أحبابي في الله، نتمنى أن تكونوا بخير حال وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. وقبل أن نبدأ نود أن نعلمكم أن هناك الكثير سيظن أن هذا الفيديو مجرد خرافات، ولكنه قد يكون حقيقيا 100% لدى البعض. لذلك لطفا شاهدوا الفيديو بتركيز، وإذا أردتم أن تصلكم المعلومة بشكلها الصحيح فعليكم مشاهدة الفيديو لنهايته. والآن على بركة الله نبدأ. تزوج شاب حديثا من امرأة كان يحبها للغاية، فعلى حسب ما يقول الشاب أن فترة خطوبته بهذه المرأة دامت لأكثر من سنوات، وكانوا يحبون بعضهم للغاية. وعلى حسب ما يقول الشاب فقد رأى من هذه المرأة كل أمور الصلاح، فكان عقلها متزن وكانت تتمتع بذكاء شديد. ولكن بعد أن تزوج تغير الأمر تماما. تزوج الشاب من هذه الفتاة، وبعد شهر فقط من الزواج بدأ يلاحظ تغير تام على زوجته، وكل ذلك حدث بعد موقف غريب حدث لها في الحمام. فيروي الشاب القصة ويقول: في أحد الأيام استيقظت زوجتي من النوم في منتصف الليل، ثم قامت بالدخول إلى الخلاء، وبعد خروجها لاحظت عليها تغير تام منذ تلك الليلة. وعندما سألتها ماذا كانت تفعل في الحمام فأجابت أنها كانت تقوم بتنظيف المرحاض والحمام، وقامت بوضع ماء مغلي بداخل الحمام ثم نظفته ببعض المطهرات. ولكن بعد تلك الليلة تغير الأمر تماما، وأصبحت الزوجة تستيقظ مؤخرا على كوابيس، بل وترى أيضا أحلام مزعجة للغاية، وعندما تكون في النهار تكون مشتتة تماما. ويقول الزوج أيضا أن هذا الأمر لم يكن هو فقط ما يحدث، بل كانت الزوجة دائما تنفر من العلاقات الزوجية ولا ترغب في ممارسة أي علاقة مع زوجها. فيقول الزوج: في بداية الأمر ظننت أنها قد تكون مريضة أو ما شابه، فأخذتها وذهبت عند الأطباء، ولكنهم جميعا أشادوا أنها تتمتع بصحة جيدة وليس هناك ما يدعو للقلق. وبعد أيام قليلة تفاجأ الزوج بأن الزوجة حامل، فأخذها ليطمئن على صحتها، وتأكد بالفعل أن هناك حمل. فظن الزوج أن زوجته قد تكون في حالة مزاجية سيئة بسبب بداية الحمل، وقال له البعض أن الحمل في بدايته يكون صعب للغاية وقد يكون سبب في تقلبات مزاجية لدى الزوجة. فتحمل الزوج الأمر وانتظر الشهور الثلاثة الأولى في الحمل، ولكن الوضع بدأ يزداد سوءا، وبدأت تصدر الزوجة أمورا أكثر غرابة من ذي قبل، بل بدأ يظهر عليها الجنون على حسب ما يقول زوجها. فهنا بدأ الزوج في القلق وبدأ يسأل ويستفسر ماذا عليه أن يفعل حتى لا يخسر زوجته الذي كان يحبها للغاية. والأمر المفزع أكثر أن الزوج تفاجأ بأن الزوجة تنفر عند سماع القرآن، بل أيضا وجد على جسدها بعض علامات حمراء كأنها كدمات أو تقلصات في الجلد. فلم يفهم الزوج كيف وصلت زوجته إلى هذه الحالة، وهل هي من قامت بفعل هذه الأمور في جسدها أم ماذا. وظل الأمر على هذا الحال حتى أتت الشهور الأخيرة من الحمل، وهنا بدأ الزوج أن يقلق على مولوده وبدأ يقلق على صحة الجنين. ولكنه عندما كان يزور الأطباء كانوا دائما يقولون أن زوجته تتمتع بصحة جيدة وأن الجنين في أتم صحة أيضا. ولكن أمور الزوجة لم تكن ترضي الزوج على الإطلاق، وعندما اقترب موعد الولادة نصح البعض الزوج أن يأخذ زوجته ويذهب بها إلى أحد المعالجين أو الروحانيين كما يقولون عنهم، الذين يقومون بعلاج الناس من الجن. وبالفعل اقتنع الزوج بهذه الفكرة وأخذ زوجته وذهب بها إلى أحد الروحانيين، وقص عليها القصة بالكامل. وبعد جلسة مطولة أخبره هذا الروحاني أن زوجته تعاني من مس جن عاشق، وأن هناك جن يقوم بمعاشرتها أعاذكم الله. وبدأ يروي على الزوجة أن زوجته يتلبس جسدها جن. يقول الزوج: لم أفهم جيدا الكلام ولم أقتنع بما يقول، ولكن حالة الزوجة كانت تسوء أكثر فأكثر، فطلبت منه العلاج. فقام بقراءة القرآن عليها وطلب منا بعض الأمور الذي علينا أن نفعلها في المنزل، وبالفعل اتبعنا ما يقوله. وبدأت الزوجة
تتحسن نوعا ما، وبدأت أيضا تتلاشى بعض الأمور السيئة التي كانت تفعلها. وحان موعد الولادة. يقول الزوج: أخذت الزوجة وكنت في قمة سعادتي أنتظر مولود جديد، لطالما كنت أحلم به. فأخذت الزوجة وذهبنا سريعا إلى المشفى، وهناك دخلت الزوجة غرفة العمليات. وبعد ساعتين تفاجأت بأن الطبيب يخرج وتبدو عليه علامات حزن شديدة، ويقول لي: كان الله في عونك. فيقول الزوج: صدمت، وبدأت أسأل ماذا حدث، هل توفت الزوجة أم ماذا؟ فأخذته الممرضة ليرى طفله، فكانت الصاعقة. يقول الزوج: وجدت الطفل مشوه تماما، وتبدو عليه علامات غريبة، وكان شيء مشوه أعذكم الله. فكان الطفل رغم أنه حديث الولادة إلا أن شكله كان مفزع للغاية، فصعقت مما رأيت، وتمنيت ألا أجد هذا الطفل مطلقا، ولكنه بالفعل لم يعش سوى ساعات فقط وتوفى. فيقول الزوج: لا أدري أكنت سعيد لأنه توفى أم أنني حزين للغاية على فقدان طفل، ولا أعلم أكانت الزوجة بالفعل تحمل من جني كما يقول الروحانية، أم أن هذه مجرد صدفة فقط. الأمر أصبح محير بالنسبة لي، ولكن الحمد لله على كل حال. والآن حبيبي في الله، لطفا ركزوا معنا جيدا، سنوضح لكم الأمر باختصار شديد، ولكن السطور القادمة ستكون مهمة للغاية. هناك جن يدعى الجن العاشق، سواء كنا نصدق أو لا نصدق فسنذكر لكم أهم المعلومات التي يجب على المرأة أن تتجنبها حتى لا تقع في متاعب كثيرة. الجن العاشق هو عادة ما يكون من الجن السفليين، ويتغذى بالنجاسات والدماء، وسمي الجن العاشق لأنه يعشق الإنس فيجد طريقا للدخول في جسده وممارسة ما يحلو له من الشهوات معه. والسؤال الآن: كيف تحس المرأة بوجود الجن العاشق في جسدها؟ هل هناك علامات؟ نعم، هناك بعض الأعراض التي تحس بها المرأة الممسوسة من الجن العاشق، وهذه الأعراض تكون كالتالي: أولاً، تحس المرأة بأنفاس شخص معها في الفراش، وتحس بيد تلمس جسدها أو تداعب شعرها، تحس بحرارة في مناطق مختلفة كالرقبة أو العورة أعذكم الله، وتحس أيضاً أن شخصاً يعانقها ويجذبها إليها، وعندما تكون ممددة على الشق الأيمن أو الأيسر تحس شخصا وراءها، وتحس أيضا بوجود شخص بجوارها، وفي بعض الأحيان تظهر كدمات زرقاء أو خضراء أو حمراء على الرجلين وأسفل الظهر أو على الذراع. وعندما ترى المرأة خطيبها أو زوجها تحس بالضيق والتوتر أو الرغبة في التقيؤ، وتجد نفسها تفاعل المشاكل بينها وبين زوجها لأسباب تافهة، كما تقوم أيضا بتصرفات سيئة في حق زوجها ثم تستغرب من تصرفاتها. وتحس المرأة الممسوسة من الجن العاشق برغبة قوية ودائمة في ممارسة العادة أعاذكم الله، وتظل فترات طويلة ترى في مخيلتها أمور جنسية. كما أن الجن العاشق أيضا هو أخبث أنواع الجن على حسب ما يقولون، ويستعمل حيلا كثيرة ويتلاعب بعقل وقلب المريض بطريقة خفية. على سبيل المثال يوسوس للمريض ويجعله يتذكر ذكريات محزنة ومؤلمة حتى يبدأ بالبكاء والحزن، وهو يفعل ذلك لسببين: الأول لأنه يتغذى بالدموع والأحزان والمشاعر السلبية التي تضعف روح البشر، والسبب الثاني لكي يجد الفرصة لمواساتها والتقرب منها أكثر. هناك البعض يصدق كل هذا الكلام، وهناك من يرى أنه مجرد خرافات. لذلك السؤال المهم الآن، لطفا أكتبوا لنا عبر التعليقات: هل تؤمنون حقا أنه هناك جن عاشق أم ترون أنه مجرد خرافات؟ اكتبوا لنا رأيكم عبر التعليقات، ودمتم في أمان الله.